نجح في المصاريف خدامة 16 عام 16 عام في الشركة. منين جلسنا في هذه الجائحة ما عيطناش، دخلوا الناس الجدادين بنا هو ماشي عانا، كاين بزاف كاين اللي خدام 17 عام ماشي غير انايا، ولكن منين خدامين حنا شكون تحمل المسؤوليه ديالنا؟ اللي بغيت نقول بحال الناس اللي جالسين دابا عندهم وليداتهم وكارير شنو غيصافوا؟ كاين اللي ما عيدتش في هاد العيد. منين جينا لواحد فاش جلسنا قال لك حنا عيطنا لك وما جاوبتيش، انت عندك جوج تليفونات، عندك جوج كارطات. انا معمر عيط لي شي واحد قدام الباشا وقدام مندوب الشغل قال لك عيطنا لكم، تنعيط لهم ما تهبطوش يخدموا. هاد الهضره ما كايناش، ما عمرهم عيطوا لنا الناس قدامين، ما عمرهم عيطوا لنا. اكثرهم الناس قدامين جالسين اللي ضرب اللي صحتنا مشات تما، كاينه مرضت بالبروده، كاين اللي داير عمليه تما، كاين اللي ما لقات ما تاكل، كاريه ما لقات ما تاكل. واش هذا معقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واش هذا معقول؟ عامله جديده مثلا افترضوا عندها عام ولا عندها 6 شهور ولا عندها شهرين خدامه دابا، وهذه عندها 16 عام في المعمل، ما مريضه ما حتى شي حاجه، تبقى جالسه. هذا ماشي لعبات في القانون، هاد السلطه ما كتشوفش هادشي هذا، هاد المدير الاقليمي للشغل ما كيشوفش هادشي هذا، واش راه عبرنا عليه هادشي تقال. حالة الملالح فيهم 4 ديال الحالات. 4 ديال الحالات. 4 ديال الحالات مرسمه. هادي من الناس باش نهضروا، هادي من الناس اللي بنات الشركه، عندنا من الناس اللي بناو الشركه بزاف. بزاف. هما تاهم. اذا من الناس اللي بنات الشركه، بمعنى ملي كانت الشركه باقا حتى ديك الوحدة الأولى باقا ما كاملاش، باقيين كيتكرفصوا معاها. إذا هاد الشركة دخل غوميز تبنات بهاد السواعد وهاد الأرباح د الملاير اللي عند هاد الباترون وهاد الشيء اللي كيتمتع به المدير المسير والمنطات اللي كياخذوها هاد الناس بالسواعد هاد الناس. 16 عام دار فيها 4 د الوحدات وأرباح طائلة. والجزاء ديالها غوت الوحده جديده وخليها هي جالسه، والجزاء هذه طردها عاوتاني. وهذه هذا هو اللي كنعبروا عليه، كنقولوا هذا تنص واضح وخروقات واضحه، تنص الالتزامات ديال العمال وخروقات واضحه، السكوت عليها السكوت على هذا الشيء هذا جريمه. وانا هنايا اللي كيقول على راسه كيدير شي نقابه، اللي كيقول على راسه اطار نقابي وما يهضرش على المشاكل ديال الناس ومشي يهضر على بريمات ديال جوج ديال الناس هما اصلا عندهم ماندا زوينه، ويهضر على بريمه ديال ما عرفش شحال جوج دراهم في هادي، ومسامح في عباد الله جالسين بالمئات بدون طرد الخبز. هذا ماشي عمل نقابي، هذا هو اللي ماشي عمل نقابي. هذه الرساله انا كنوجهها لشي واحد قال لك لا العمل ديالنا ماشي نقابي، هذا هو ماشي العمل النقابي. والعمل النقابي كذلك ما كيديروش الباترون، الباترون راه موقعه باترون، المدير المسير راه موقعه مدير مسير، نقابة راه موقعها نقابة. ما يجيش لا عند حق لا سلطة تعلمنا كيفاش وشنو هو العمل النقابي وشنو الأصول ديالو وشنو مفهومه، ولا الباترون يعلمنا شنو هو العمل النقابي ولا حتى حاجة. لنا تاريخ طويل وباع طويل في العمل الحقوقي والنقابي. أنا ملي خلقت والسلم التوبي واعضاء الاتحاد الاقليمي ملي خلقنا، ربما انا بديت هذا العمل الجماهيري في الابتدائي ديالي، ملي خلقنا وحنا في هذا العمل حريفيه فيه باش نهضروا نيشان، حنا ماشي هوات، حنا محترفين. لا حيت جوج المرات تكررت هذه الهضره، من واحد مره اولى من طرف المدير الاقليمي للشغل لا ما فاهمش العمل النقابي، ومره اخرى من السيد الباشا، وانا كنوجهها نيشان، لا باشا يورينا كيفاش العمل النقابي ولا مدير اقليمي للشغل، حيت هادو دورهم هو راه هذيك البلايص ديالهم اللي فيها، دورنا ما يلعبوه شي وما يقدوش يلعبوه. واه من يعتقد اننا حيخسر طبعا.